يا رب مروان يطمنها ويرفع معنوياتها. يا ستي انت بنتك معنوياتها في سابع سما، وبسببك انت على فكره مش بسبب كلامها مع مروان. انكل مروان يا بنت عيب باو. مرسي كتير على اهتمامك دكتور. عيب تشكريني يا بنت، انت ما بتعرفي معزة امك عندي قد ايه. لكن ما بدي اخطفها منك اكثر من هيك، يعني قصدي للقعدة. بعدين روحنا كتير ضحك علينا، شكلها امي قالت لها شي كارثة من كوارثها. شايفة هيدا الضحكة؟ هيدا أكتر شي بحاجته أنت هلا. أنت منك بحاجة لدواء ولا العملية ولا لتجميل بعد العملية. كل اللي بحاجته أنت أنك تضحكي. تضحكي. بس شرط يكون ضحكة من القلب. أوكي؟ يلا قوم. اسم الله عليه دكتور، وجهه مريح كتير مثل الملاك. أنا دايما بقول كده من ساعة ما شفته وأنا بقول كده. وكمان يعني لما بعد المعركة الكبيرة اللي كانت بينا، روحت البيت لقيته نايم في أوضة آدم. قعدت اشتكيت له وفضفضت له وهو نايم، لحد لما أنا كمان رحت في النوم. غريب وأنا صاير هيك كمان. أنا إذا عندي شي مشكلة وما بدي أحكيها مع حدا، ما بتلاقيني إلا رحت قعدت حد وصرت أشكيله. إيه، أنت لقيت رودة تحكي معه وتفشي خلقك. أنا فشيت خلقي بالمرسم، كسرته كله ما خليت شي فيه. اسألها. بس الشغلة الوحيدة اللي ضلت سليمة هي البورتري طبعاً. أكيد. وأنت يا ست، أنت الحاجة الوحيدة اللي هدتك كان كلامك مع رياض؟ ما كانش في كده واحدة عمالة قاعدة سهرانة معاكي لحد الصبح بتلوكلوك، كلامها ما أثرش فيكي خالص ولا حتى بطريقة سلبية حتى؟ لا ازاي؟ لا طبعا أثر فيا صح؟ يعني أنا بقيت أشتكي الاتنين. أها، واضح إنك حاكي كلام مع بنتك مش حكيتيه معي. لا لا، أنا حكيت لك حاجة ياس؟ خالص. دي ما هو هيدا الرياكشن البراءة اللي على وجهك، مانا بقى ظابطة مع موديلك الجديد مريم. طب يعني أعمل إيه يعني هو؟ إيه، ما أنا شفتك كيف غمستيها لحتى تقطش الحكي. إيه مامي، ما هو محدش يغمس كده برضه، المطعم كله شايفك يعني. طب أعمل إيه حمار؟ يغمزوا هيك خطف، إيه مش هيك إنه شوفوني غمزت. إيه لا تغمز قال. ياسمين عندي سؤال حشر شوي. هو دكتور مروان مين بيكون؟ صاحب مامتي ومامتك. اوكي، بس ما بيخص حدا فيهم؟ شمعنى؟ ما بعرف، انا وقاعدة معه صار يحكينا عن امي هيك بطريقة خلتني حس انه يمكن هيدا رجل امي المنتظر. بتعرفي هيدا أول مرة بحس إنه ما عندي مشكلة أمي تفوت بعلاقة جديدة مع رجال. يمكن هيك لأنه كتير محترم ومسؤول، خصوصي كيف عم يهتم بابنه. بس أنا أكيد أنا وياك بنعرف إنه هيدا خيار كتير غريب عند أمي. ده حقيقي. بس بعدين وقت قعدنا كلنا على الطاولة بلشت تحس إنه لا، اهتمامه أكتر بأمك مش بأمي. هيك كيف عم بيطلع فيها وعم بيوجه لها الحديث لإلها، بعدين حسيت في ناحية هيك أنثى طالعة من أمك. ما بحياتي شفتها هيك، حتى هي مجوزة بيك. فخلص استسلمت، قلت أنا بدي أسألك لإلك لأن أنت أكيد متابعة كل الأخبار. والله يا هند، أنا مش حاسة إن أنا هقدر أديكي عقد نافع في الموضوع ده. ولا هعرف أريح فضولك إطلاقاً. عشان أنا مش حاسة إن مامتي ومامتك عندهم أصلاً إجابة نهائية على سؤال مين دكتور مروان ده. هو سؤال هالقد صعب ياسمين؟ يعني ممكن نقول ان هو راجل مامتك ومامتي في نفس الوقت. حلو، اختين مع رجال واحد. لا كارثه هيدي ياسمين. هي دي المشكله بالظبط.